بعد غياب 9 سنوات كأس العرب تعود إلينا من جديد على أرض قطر في الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر. النسخة 10 والأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هي استئناف لبطولة انطلقت لأول مرة سنة 1963 برعاية الاتحاد اللبناني. جورج داباز رئيس الاتحاد اللبناني وقتها قرر الدعوة لبطولة تقرب بين العرب، وهو ما كان لما استضافت بيروت أول نسخة وتوجت بها تونس. بعدها استضافت الكويت البطولة سنة 64 وفاز العراق بأول ألقابه. العراق حصد اللقب الثاني على التوالي في 66 على أرضه، لكن النسخة دي شهدت نتائج تاريخية. في دور المجموعات كانت ليبيا متقدمة على عمان بنتيجة 21-0 لما اعترض لاعبو عمان على ركلة جزاء وقرروا الانسحاب من المباراة في الدقيقة 80. المباراة شهدت تسجيل أحمد بن صويد لتسعة أهداف، بينما سجل علي البسكي 7 أهداف وسجل محمود الجهاني 4 أهداف. النتائج العريضة تواصلت بعد 3 أيام لما فازت ليبيا على اليمن الشمالي بنتيجة 13-0. البطولة دخلت تحت مظلة الاتحاد العربي بداية من نسخة 82 في لبنان، لكنها ألغيت في النهاية بسبب الاجتياح الإسرائيلي للبنان. البطولة استمرت في الظهور كل عدة سنوات بشكل متقطع دون اهتمام حقيقي، لدرجة أن نسخة 2009 ألغيت بسبب عدم وجود راعي. لو خصصنا الحديث عن مصر، فأول مشاركة للفراعنة اتأخرت لحد سنة 88، لكنها ودعت من نص النهائي ضد سوريا، واكتفت بالمركز الثالث على حساب الأردن بهدفي علاء ميهوب وحسام حسن. أما اللقب الوحيد فتحقق في نسخة 92 عن طريق الثأر من منتخب سوريا في نص النهائي وبركلات الترجيح أيضاً في قلب حلب هذه المرة، قبل ما يقتنص حسام حسن انتصار تاريخي على السعودية في النهائي بالوقت القاتل بضربة مقصية خالدة. مصر بعدها ما لعبتش تاني بالفريق الأول، فتمت المشاركة بفريق الشباب في نسخة 98 وبالمنتخب الأولمبي في نسخة 2012. إجمالاً، العراق هو المنتخب الأنجح برصيد 4 ألقاب، ومن خلفه السعودية بلقبين. أما الهداف التاريخي للبطولة فيظل الليبي علي البسكي برصيد 18 هدف، ومن خلف مواطنه أحمد بن صويد برصيد 17 هدف، والسبب معروف، النتائج الثقيلة في مواجهة عمان واليمن الشمالي. أخيراً، يجدر الإشارة أن نسخة 2021 هتشهد مشاركة أكبر عدد من المنتخبات في تاريخ البطولة بواقع 16 منتخب.